تصعيد موضوع التدخلات طبعا تستفيد منها اطراف، يعني في طرف فتره تلاقيهم هم متحمسين لهالفكره انه في فعلا في تدخلات، بعدين يخفت الصوت وتبدا جهه اخرى تروج لمثل هذا الامر، وهذا الامر قد يكون حدث او لم يكن يعني حقيقه، قد يكون بمثل ما تفضل مثلا ابو اسامه انها ترشيحات لمدرب زي سولاري، اعتقد انه لم يطأ ارض السعوديه، اعتقد لا برا في درب هناك يعني، بس قالوا شوفهم لانه كان في معسكر باريس يا ابو نواف، عشان كذا اقول لك وما عنده الفكره كامله عن العناصر الموجوده. تم ترشيح لمجموعه اسماء، هو باعترافه اكد سلامه الاختيار وانهم بالضبط وانهم الدليل لعبهم اساسيين كلهم لاعبين اكفاء، وفعلا مثلوا طلال جبريل وفهد الريف نعم. انا عضو لجنه المنتخبات في الفتره اللي كان يراسها الامير نواف بن فيصل في فتره رئاسه نواف بن سعد، لا الامير نواف بن فيصل رئيس لجنه المنتخبات في فتره رئاسه الامير سلطان بن فهد الله يسلم الجميع في الاتحاد السعودي لكره القدم، وكانت في عز إشاعة عدم اختيار محمد نور أو حسين عبد الغني أو أحمد الدوخي، أتذكر الأسماء الثلاثة تحديدا بسبب تدخلات أو بسبب عدم رغبة من بعض المسؤولين في اتحاد كرة القدم. وأنا للتاريخ زي ما قال أبو أسامة كنت أجلس على طاولة واحدة في اجتماعات لجنة المنتخبات، كان السؤال الأول بعد ما يبدأ الاجتماع من الأمير نواف بن فيصل للأرجنتيني كالديرون، هل ترغب في ضم محمد نور وحسين عبد الغني وأحمد الدوخي مع كالديرون؟ هذا مع كالديرون، وكان يؤجل الحديث في ذلك ويقول إذا بغيتهم هم موجودين، الآن أنا لا أحتاج المدرب. وكان وقتها هو كان يلعب بالبحري يمين، وما أدري مين اللي كان يلعب الشمال، كان يستغني على الباكات ويلعب بثلاثة في الثلاثة، كان أسلوب لعبه يعني أسلوب لعبه هو اللي يجعله لا يهتم بأظهرة كبار مثل حسين عبد الغني وأحمد الدوخي، وما كان أحد يقدر يتدخل في عمله. بعدها جاء باكيتا، وكان وقتها سامي الجابر لعب في التصفيات الأولية مع المنتخب وتأهل المنتخب لكأس العالم، وبعدين سامي لم تعد مشاركاته جيدة مع الهلال وكان يتغيب عن بعض المباريات، فجت اختيار يسبق الاختيار النهائي ولم يكن سامي الجابر من بين الأسماء. نعم. فجاء اجتماع وسأل الأمير نواف بن فيصل، سأل باكيتا، قال هل لازلت تحتاج إلى سامي الجابر؟ فحاول الإجابة أني أنا أحتاجه كلاعب كبير معي في المنتخب والآخر، قال تكلم عن دور إداري، هذا دور إداري، إحنا اللي نقوم به، إحنا اللي نختار الناس، أنا أتكلم فني، من تحتاجه فنيا تحتاج هذا اللاعب أو لا تحتاجه. تدخل ناصر الجوهر، كان وقتها كان طبعا ضمن اعضاء اللجنه، وقال انا كلمت سامي الجابر وحرصته على انه يستعيد مستواه وانه يرجع ثاني مره يحرص على مشاركه الهلال، لان ضمه مره اخرى متعلق بعودته الى مستواه وبتالقه مع الفريق. فانا اقول لك هذه مثل الحاجتين كلها احداث لا ما في فعلا التدخل اللي يسمى تدخل، ولكن فيه مشاورات عندي فيه حديث دقيقه بس عندي حاجة.